مشاهدينا الكرام متابعينا لقاءاتنا الميدانية متواصلة ومستمرة بعد نهاية مباراة فريق أكاديمية نور والسد الأولمبي. السد الأولمبي إذن يغادر البطولة ونور يكسر كل الحواجز ويتخطى كل الحواجز ويصل إلى دوري الأربعة. معي الآن وفي هذه اللحظات عبر قناة خالد بازيدان قائد فريق أكاديمية نور الحارس مصطفى بزة الذي تصدى لركلة جزاء منحت الفريق بطاقة العبور. مصطفى نرحب فيك ونقول لك ألف مبروك التأهل والوصول إلى دوري الأربعة. الله يبارك فيك ومبروكين للجميع إن شاء الله. مصطفى اليوم فريق أكاديمية نور أجبر على التعادل أم أن اللاعبين هم الذين وضعوا أنفسهم في هذا الموقف المحرج؟ والله اللعيب اللي وضعوا في أنفسهم في نفس الوضع بس كسرنا الخط في الفالنتياد وإن شاء الله حققنا إن شاء الله هنوصل دور أربعة ونكمل المسار. هي النقطة في الفنية نور ما هو موجود حتى أثر علينا أثر على الجميع من مسجع أكاديمي نور ماذا أثر ونور في حضور نور الفريق بيتقدم لأمام ويحقق بطولات إن شاء الله. مصطفى بزة بعد تأهل الفريق إلى دوري الأربعة ستواجهون إما المدي وإما النسور أنت من تتمنى في دوري الأربعة؟ أتمنى الفريق اللي يجينا أتمنى النسور في نقابل دوري الأربعة. وبماذا تعدون الجماهير جماهير فريق أكاديمية نور سواء اللي في جدة وحتى اللي في مكة؟ إن شاء الله زي ما حققنا بطولة البنك إن شاء الله بطولة النسور ما حنقول نحقق إن شاء الله نوصل لطرف النهائي. إذا وصلنا طرف النهائي كان حققنا بطولة بالنسبة لأهل مكة وأهل جدة إن شاء الله. إذا الكابتن مصطفى بزة طيب أخيرا ماذا عن الإصابة التي لحقت بك في المباراة الماضية؟ الإصابة كانت الحمد لله من أحسن ما يكون وإن شاء الله حنقدم أكثر من مستوى وإن شاء الله بطولات قادمة في جدة إن شاء الله حنكون طرف فيها إن شاء الله. إذا الكابتن مصطفى بزة قائد فريق أكاديمية نور ألف مبروك مرة أخرى التأهل والوصول إلى دوري الأربعة. الله يبارك فيك هلا والله. Thank you.